بدأ بتقديم البرامج بعمر 12 سنة مع برنامج سفينة نوح، بعدها وعلى مدة 6 سنين شارك بتقديم البرامج المتخصصة للأطفال من خلال احنا في إجازة ومن المحيط إلى الخليج. بعد قدم برنامج آرت ويكند يلي استضاف أبرز الفنانين أمثال العملاق وديع الصافي. سنة 2007 دخل تلفزيون مستقبل مع برنامج أخبار الصباح يلي بعده لليوم مستمر بالتقديم فيه بشكل يومي ومباشر. إلى جانب التقديم شارك بإعداد عدد كبير من البرامج على المحطات التلفزيونية. منستقبل سوا الزميل بالأم تي في إيلي أحوش. إلي أحوش، مساء الخير. مساء النور. أول ما قلت الزميل بالأم تي في كلهم فزوا، قالوا لي فيوتشر فيوتشر فيوتشر، بس إلي أنت كمان صديقنا وزميلنا بالأم تي في لأنك تشتغل كمان معنا. صحيح. بالأم تي في بالحقل الإعلامي عن مظبوط شو؟ الملحق الإعلامي بالإعداد وكل شيء، يعني ميديا كوردينيشن. أهلا وسهلا فيك إلي. اليوم إلي خبرني شو هالسر، لأنه وقتا كنت ألتقى فيك واشتغلنا عدة بروجيات سوا، كل ما مثلا أقول لك التلاتة فينا نعمل ميتينج على 11، بتقلي التلاتة بكون بالفيوتشر على بكرة، بعدين بدي أرجع أروح على الـ LBC، برجع أنا وراجع بجي لعندك لأنه عندي ميتينج مع نيو تي في بعد الظهر. كيف تقدر تشتغل مع الكل وكيف الكل بيقبل أنه زيد الشخص يهتم بالإعداد؟ هلأ حصرناها شوي يعني، بس أنه كيف حصرتها هلأ؟ ام تي في فيوتشر ستوديو فيزيون. لا انه بقى هي العلاقه بعتقد كمان شوي بالتعاطي مع الشخص والكاركتير، وانا بعرف انه مش لمين ما كان بتصير، يعني هاي العلاقه مش بس في كمان بادارات تلفزيون. بشكر يعني اداره الفيوتشر واداره الام تي في اللي عطيني هالبريفيليج هيدا اني اشتغل وكون مبسوط معهم اثنيناتهم. وفي عامل الثقة، هيدا هو اهم شيء، لانه فعلا اليوم انت وقت تشتغل مع غير محطة ترفض منع البيت ان تقول حيالله شيء، يعني حتى وقت واحد يسألك عاية برنامج كنت عم تشتغل بتقول له عم بحضرنهم برنامج. مزبوط. طب شو مين بيقدمه، وين رح يصير، اي نهار رح ينحط، إلا بشرفك ما في يحكي عن شيء، ما بتحكي أبدا عن، يعني دائما تفصل وكأنك فعلا عندك لويالتي لكل محطة بمحطة. يعني أنا جاي أشتغل وانبسط بشغلي، وهي مهمة بيير، وأنت بتعرفها كمان إنه هاي مهمة ودقيقة بشغلنا، وهيك تقدر يعني تكون عقد الثقة، غير إنه شغلك كمان يكون عجبهم وعزوهم. إذا اليوم جاء حدا وخيرك إن كان الإعداد أو إن كان التي في كمقدم، شو بتفضل؟ انا بحب اثنين ومش زبل عندك مجبور تعمل شغله واحده. اجاك كونترا اليوم من محطه عربيه والمبلغ هو ذاته نوعا ما، بس مفروض تعمل واحده من الاثنين. ما بعرف، بحبوا الثانيه وما بقبله. بنقي غير شيء طيب جايبه بس ساعتها بعد برنامج شو بقى مظبوط، يعني ما بس ما تفهم غلط، يعني شايله انا برجع بشايله لانه انا ما راح اترك ما بحب حد حالي يعني بس بهالمطرحين، يعني وما بحب اي شيء اي مطرح يحدني ويشوفني بس بإطار واحد او شكل واحد. قديش بتضايق وقت تكون اليوم انت على الهواء بالاعداد وتعطي الأسئلة لمقدم ويطرح غير أسئلة من عنده؟ ما كتير بتضايق لأنه كتير بتصير، والمذيع لازم كمان يعكس روحه، عرفت كيف يعني. وأنا بجرب أقرب للمفردات أو للكلمات أو للأسئلة اللي بحبها، وكمان حسب نوع البرنامج، يعني إذا بتقدم برنامج مسابقات وهيك بتكون الجمل قصيرة حسب ريتم البرنامج، بقى ما في مشكل بالعكس، بس المهم ما يسأل سؤال مش بمطرحه وبنجرب. هيدي إذا سأل سؤال مش بمطرحه وأخذ لك الحلقة بمحل تاني كيف تعمل؟ كيف شو تعمل بالأوبيفان؟ إذا على الهواء بيكون هو أكل الضرب وأنا أكلت الضرب، كلنا أكلنا الضرب. إذا هيدا بنرجع من عيد يعني. لي طيب، إذا الجملة هلأ كتير مهمة، المقدم بيعكس روحه. أنت لدرجة روحك فرحة إنه ما بشوفك غير عم تضحك، إن كان على صعيد شخصي لما أشوفك عم تضحك، إن كان عم تقدم عم تضحك، حتى لو عم تقدم شيء سيريوس جدي وفي شيء من الحزن حتى تقدمه أنت وعم تضحك.
طب كيف بيطلع معك؟ يعني انا نادر ما اشوف مثلا بشوف بيير بيضحك كل الوقت، بس انت كونستنتلي حتى لدرجه قلدوك مره على التلفزيون انه بيكونوا قاعدين بيصيروا بيضحكوا لا يمال وبيضحكوا وبيضحكوا. هلا ما بعرف، انا بحب انبسط بالمطرح اللي انا فيه وبنبسط بالحياه وبالناس وهيك، وبعتقد احلى شيء تنقله هو الشيء الايجابي للناس، وانا ما عم بتصنع على اني مبسوط، يعني اوقات كثير بكون زعلان ما صار لك تشوفني ان شاء الله ما بشوفك زعلان. إيلين بتحب تبقى باخبار الصباح ولا بتحس انه زهقت وعبالك تاخذ بروجرام بالليل بركي تديل اكثر مع سيلبرتيز او موسيقى، ولا بتفضل تبقى؟ هلا البرنامج طالما اخبار الصباح قدر يجدد حاله انا مبسوط فيه انا باقي فيه، اذا يمكن هني ما يقعدوا مبسوطين مني كمان يعني القصص ايه صعبه، بس انه القصص يعني هي مرتبطه بالعلاقه بين المؤسسه وبين المذيع، وبرنامج حد وانا بحب الصبح وبرنامج حد وعشيه كمان مش غلط، مش العلاقه بينك وبين الالارم لا ابدا هيدي ما في ازعج منها. 5:30 الصبح كل يوم بتوقع 5:30 اربع ايام بالجمعه بوقع 5:30 الصبح. قد عمرك؟ قد عمرك لي 34. كم سنه صار لك بعالم الصباح؟ باخبار الصباح ميرسي 8 سنين يعني من وقت الاوتوكار بالمدرسه بتوقع 5:30 وقت الجمعه بتقعد معك ساعتين ورجعت مريحه. ايه شو بدنا نعمل؟ إلي بدي رجع بس لكمل فكرة ريما. إيه؟ كنت عم تحكي بينك وبين المؤسسة، قدي بتتأيد بقوانين المؤسسة خاصة وقتها بتتعارض مع شيء بدك تعمله؟ هلأ إنه نحن لما نكون ارتضينا نكون بمؤسسة بدنا نمشي مثل خطة يعني بكل شيء، بالأوقات يمكن في ضيف أنت بتلاقيه مش مناسب أو ما خرج يكون، بس بدك تمشي وتحبي وتنبسط. طيب هون بتغير الإيدنتيتي تبعتك حتى تتماشى مع الأشياء مثلا بتكون ما عم تمشي أو مش عاجبتك؟ يعني بمشي بالخط العام بس إنه بالبصمة أو بالتوش تبعي، بس قليل تصير يعني لانه ضيوفنا يعني يا فنانين يا عم يتعاطوا بالحركه الثقافيه او الاجتماعيه. من محطه لمحطه بيتغير شيء انت من ايدنتيتي؟ ما عنده هيدا الازعاج حتى لو عم تشتغلي، يعني انه الفيوتشر وام تي في مش كثير بعاد عن بعضهم لا بالجو الحلو ولا بالبرامج الحلوه. بقى في شيء تعلمته من هون؟ شيء تعلمته من هون؟ أكيد أنا يعني أنا مقدم برامج بالمستقبل وأنا معد بـ MTV بقى، هي بـ يعني بـ يعني ميدانين مختلفين. لقديه بتضلك تعد؟ كثير. لا دكوسة. أنا صراحة عندي سؤال عقصة الإعداد، بتفكر شيء تفتح مثل أجانس أو شيء إنه تساعد العالم اللي مش مشهورين؟ يعني يجي حدا مثلا مثل أنا إلا والله طلع بهالحلقه تاع ساعدني بتشرج. هلا انا هلا انا بعملها يعني مره كذا مقدم مره كذا مقدم مقدمه برامج يعني لا ما في ايه ما في مشكل ما مش انا بس عم بحكي جنرال اذا حدا في 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 دايركتور سكوت بكره قريبا رح يتعلم يمكن نشتغل سوا معه يمكن نشتغل كمان مع كميل دايركتور سكوت كمان يكون هيدا شيء عم يعلم للاجيال الصاعده. اللي بدي اعرف منك وقت تتعامل بالاعداد مع عدد كثير كبير من الفنانين والضيوف اكيد بيصير في علاقه معهم، بس قديش في ضيوف بيتدخلوا بالكونتنت تبع الحلقه وقديش في ضيوف ما بتفرق ابدا معهم؟ في ضيوف بيحطوا لك السؤال وبس تسالهم اياه بيقول لك يا الله من وين نكشتوا هالسؤال، سؤال كثير حلو صايره معكم او سؤال ذكي او سؤال ذكي بهنيك يعني هو كتب لك اياه وبعت لك اياه واتساب انه اوعى ما تساله، او مثلا لما بيقولوا لك انه بليز سالني وين عامله شعراتي وما بتحطها شرط على الحلقه يعني، بس انه ماشي الحال. بس انا طب خبرنا بالمقدمين إيه؟ مين اهين واحد عملت معه ومين اصعب واحد عملت معه لبنانيا وعربيا؟ لا صراحه كمقدم ولا مره اشتغلنا سوا. اشتغلنا شو بك حلقتين من الاخر حلقتين من الاخر وعيد الام تي في. مزبوط. سبيسيال راغب علامه كمان مزبوط. كمان يعني في كذا شغله. مين مقدم سهل قصدك؟ نعم. مثلا اشتغلت مع ليلى الشيخه اللي من الجزيره بتقديم حفل، كنت متخيله انه صعبه او قاسي او هيك، بالعكس كنت مبسوط معها. حدا لبناني. في ناس كثير دقيقين يعني بالشغل وهيك بياخذوا وقتهم وهيك، بس بتسلى معهم. منى ابو حمزه بحب الشغل معها، مجال تحيه كثير كبيره. اشتغلت مع كثير ناس يعني وبفتخر اني اشتغلت معهم. نعمت عزوري قصي، ميراي مزرعاني حصري، هيام ابو شديد، ريمان جيم. يعني مين كان اصعب؟
ما شخص. في اصعب، كل واحد عنده او في ناس ما ما, ما 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 قطع القران بينك وبينهم، بينها وقطع، بس في حدا بس ما بقدر اسمي اسمها، ما انا لبنانيه، هاي مش ممكن اشتغل معها يعني ولا ولا بهي شكل، ما بعيده ما مش مش هلا بدك تحت لا 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 انه بدك تكتبي لها البريك بلون والفقره بلون وتسطري لها الضيف بلون ثالث وتقري لها اياهم وتقولي لك اتس نوت انف، بقى مش ضروري متطلبه بنطالب بمرض بطريقه يعني. مش مزبوطه، هي مش لبنانيه اكيد، لا مش لبنانيه. اللي احوج في مذيعين اليوم ما بيقروا على لوتو كيو، انت بتقرينهم بدينتهم وهن برد، مين اسرع واحد بهذا التكنيك؟ اسرع حدا مش دائما يعني، بس بتذكر لما اشتغلت مع رزان مغربي، يعني رزان بتحط هالقد ثقتها بالمعد وفيه بالتحديد، انه بتفكر انه انا هي عم تخبرني الخبريه مش انا عم خبرها اياها، هالقد بتسلمك حالها وبتقنعك انه هي عرفتها وشفتها وهي بكون انا يمكن قايل اياها، بهيدا الشيء بحبه فيها. واو بتنقلك يعني افكارك بطريقه صح، بلاقيها فظيعه وبحب كثير شغلها، بدها تكون كثير ناتشورال اكيد. وقديش مسؤوليه هون كبيره لشخص مثل رزان، وجاله تحيه، شخص مثله يقدر يسلم حالك وانت اليوم بتضلك عم تعطي شخصيتها لرزان، يعني ما تخليها تحاور بغير شخصيه، هي قد ما هي يعني ما تاخذ من بيرسوناليتي تبعيتك بالسؤالات. بقول لك شيء بيير على العشره، يعني انت بتقعد مع المذيع ساعات طويله وبتحضروا البرنامج، بتصير بتعرف شو بيضحكوا وشو بيسلي، وفي ناس بيقطع الكره بينك وبينهم عن جد بسهولة، بقى بتحس حالك بتعرفهم وبيعرفوك وبتضحكوا على نفس النكات وهيك. شو محضرنا شي جديد؟ في كتير برامج، في برامج على المستقبل، وفي برامج على ستوديو فيزيون، برامج على الام تي في، وفي كتير يعني دايما في شغل وفي نشاط ان شاء الله دايما بالتوفيق. من الاخر ريما، انت بتفضلي الي فعلا يعني يأسس بزنس خاص باعداد للبرامج التلفزيونيه ويكون ورا الكاميرا، ولا بتفضلي يترك كل هيدا الاعداد ويركز على حاله اكثر تيكون نجم صف اول بين المذيعين ويكون عنده برنامج برايم تايم؟ سؤال صعب عن جد، صعب لانه عنده زميله باي ذا واي بالفيوتشر، بس ولا مره تعرفت عليه لإلي، هون عم تعرف عليه بالام تي في. هلا خبره 22 سنه بالاعداد وبالتقديم، بصراحه عن جد سؤال كثير صعب، وبشوفه بيبرع باثنين كمان. اكيد بحب شوفه ببرنامج لحاله وهو يكون لامع فيه ويبرز فيه، وكمان يكون عنده ايجنسي ويساعد الغير ويعلم الغير، لانه عنده هالاكسبيرينس الطويله يعني مدرسه، مش هين هيك اكسبيرينس. بقى اكيد بدي اقول لك تو ثامز اب ونايس تو ميت يو. ميرسي ميرسي. ليس رامي عنده كل المقومات انه يكون نجم صف اول ما في شك، والخبره بتساعد كثير بهالموضوع، وان شاء الله تعمل البرنامج اللي بتحلم فيه. يعني من عمر 12 سنه بسفينه نوح، يعني حتى انسان يكون بهالعمر مغروم بالتلفزيون ويروح ويقدم، يعني عن جد عندك هذا الشغف يعني كبير، عندك باسيون كبير كثير. الله يوفقك. ميرسي كلك ذوق. ندى كوسو، انا تو تامز اب لانك مالتي تاسك وانا اول تلميذه. اللي انا شايفه فيك مجروحه، انت بتعرف انه انا قد ايه بعزك وبحبك، وبعرف انه شو حلوه انك تكون ورا الكاميرا وشو حلوه تكون قدام الكاميرا، هذا الشيء كثير حلو عم بكملوا بعضهم. ميرسي زينة. راشد، مره إلي عزمني على مقابله البرنامج تبعه، كنت عامل نشاط فني، وقام سالني قال لي شو رايك كان بهالمقابله، قلت له اي جيف يو تو ثامز اب، واستعملها هو بالاخر بالبرومو تبع اخر 100 حلقه. وما حط لك بالجينيريك انه ساعد في الاعداد. هلا انا سؤالي بالقلب بدي اساله هلا لاله شو كان رايك بالمقابله، حرجع لك السؤال. واو ميرسي. وكعدي الكعدي بتقول شو تقول كعدي؟ ليك انا هلا مثل ما هلا بشوفك بريزنتر بتعقد، لانه الاعداد بتساعد كثير عالم هيك، بس يمكن انت ما بتاخذ حقك قدام المشاهدين عم بحكي على التلفزيون، بس يمكن مرت الثانيه نرجع نستضيفك اقول لك مودي كان هيك بقول لك بالاعداد، يمكن لانه اثنيناتهم بيكملوا بعضهم مثل ما قلت، انت وين بترتاح الي فيك حتبرع باثنين امشور يعني. ميرسي الي احوش لمعت باثنين وبرعت باثنين فعلا، واليوم من الاسامي القليل يلي اليوم وقت نحكي على الوسط الفني وخاصه بعالم الاعلام يلي هن فعلا بنقدر نتكل عليهم للاعداد، يعني وقت يكون في برنامج، وخاصه لانه نحن اشتغلنا سوا عدد برامج فورما جاي من برا،
اول شخص بنوثق نعطيه الاعداد هو إلي احوج، لانه ما بدي اجرب مع حدا تاني، ما بدي خاطر. بعطي لإلي، بعرف حالي حاطط ايدي بمي بارده. وبتخيل لهيك اشتغلت مع كل المحطات التلفزيونيه، وكان عندك عمل بعدد كبير من البرامج بكل محطه تلفزيونيه. انا بدي اقول لك خليك عم تشتغل على الاثنين، لانه فعلا نحن كمان كمقدمين برامج بحاجه لاشخاص مثلك إلي حتى يقدروا دائما يساعدونا، لانه اعداد الحلقات منه ابدا هين. يعني هذا الشيء بركي المشاهدين ما كثير بيعرفوا، بيشوفوا ساعه ونص من الوقت، بس الساعة ونص اوقات بتاخد 5 أيام تحضير لحديث ما توصل وتصير ساعة ونص على الهواء. انا بدي اقول لك ميرسي كثير باسم كل المقدمين يلي اشتغلوا معك. معلش رح احكي عنهم وباسمهم، رح اقول لك ثانك يو إلي، لانه كنت فعلا دائما قد وقدود. شكرا لك على الاستضافه. متابعين من الاخر، خليكم معنا، عم تتواصلوا معنا على فيسبوك، على تويتر، وعلى انستغرام، وتمبلر هيدي جديده كمان، بلوج صار عندي بلوج عن جديد، بيير ربات على تمبلر اذا حابين تفوتوا، اذا ما عندكم شيء تعملوا هلا. اذا بدكم تاكلوا لقمه كله لقمه على السريع، بريك ونرجع. هل المصور المحترف اليوم مفروض يسلم صوره بلا ما تكون فاتحه على ولا اي سوفتوير ومعدله، ولا هيدي ضمن تقنيه والاحتراف المصور انه يستعمل برنامج فوتوشوب حتى يقدر يحسن الصوره؟ كانت امه حتى تخلي له الحياه الطبيعيه بقدر الامكان كانت تجرب تجيب له الاساتذه على المستشفى او على البيت، طيب يقدر يلحق صفوفه ونجح من بعدها.